السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ جاناكم مقطع جديد. طبعا شباب راح نتعلم كيف نسوي اعدادات فورتنايت للمحترفين. فشباب انصح المبتدئين انه يسووها هاي الاعدادات حتى يصيرون محترفين، ويعني يتدربون عليها، يمرنون ايدهم عليها. شباب لا تنسون لايك واشتراك. يلا نبدأ بالشرح. طبعا شباب نروح للاعدادات، نروح على هاي قبل الأخيرة، شكل اليدة هاي التشاكوتش والبلايس. تروحون على خامس وحدة مخصص، هنا خمس اختيارات، تروح على خير وحدة مخصص. بعدين تروح هنا اكو تحرير، فجي كلمة اسمها تحرير اللي هو edit، فتحطها على 3. هسه تقول لي ليش تحطها على 3؟ حتى شباب من تسوون الايديت وهاي قبل انت ايدك على الجير، تحط دوس على الجير مره واحده يسوي لك ايديت. ايه على التعيين R1، تروح عليها تحطها R1، انا عندي حاطه R1. والتاكيد يعني مال ايديت، يعني من سويت تاكده تحطها الوان. طبعا شباب وهنا اذني اعدادات الايديت يعني عندي، وهنا خلي اراويكم اعدادات البناء اذني نفسهن، ما بيهن يعني شيء. اراويكم فد شغله مهمه كلش يعني تفيد يعني المحترفين، انه من يسوون ايديت ما يحتاج يدوسون تاكيد، حتى قبل صريح تروح على يعني تاكيد التعديلات تلقائيا تخليها هاي اللي هي هاي وينها هاي تأكيد، خليها تأكيد تعديلات تلقائيا تحطها كلهما. هي عندك أربع خيارات، لا يوجد تعديل، إعادة التعيين وكلهما، خليها كلهما. يعني حتى من نسوي تعديل اثنينات المية وتحطها هاي بناء التيربو وتحطها تشغيل، وها هي بس هاي الإعدادات. لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.